بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السؤال وردني من أحد الأحبة عن جنة آدم عليه السلام، أين كانت هذه الجنة؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ طبعا بعض الناس يعتقد أن هذه الجنة كانت على الأرض، وينسى أن الله عاقب إبليس عقوبة كبيرة جدا أن أخرجه منها. الله عاقبه عقوبة كبيرة أن أخرجه من هذه الجنة. طيب، الأرض مليئة بالخيرات، مليئة بالجنان، فلماذا يطرد الله إبليس من جنة على الأرض لينتقل إلى بستان أو حديقة أخرى أو يعيش في مكان فيه أشجار وكذا؟ إذن هذا يجعلنا نعتقد أن الجنة من نوع خاص وهي في السماء. الشيء الثاني أيها الأحبة، سيدنا آدم عندما أسكنه الله الجنة ماذا قال له؟ قال له الله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طيب، الكرة الأرضية نحن نعلم أنها فيها ضحى وفيها شمس وفيها برد وفيها حر وفيها ظمأ، لأن طبيعة حياة البشر على هذه الأرض يجب أن يظمأ، وبالتالي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ما معنى ولا تعرى؟ يعني هذه الجنة لها مواصفات غير أرضية أيها الأحبة، مواصفات أنك لا ترى الشمس، هناك إضاءة من نوع آخر، ربما نجم من نوع آخر غير الشمس يعطي الضوء والحرارة، ولكن بشكل معتدل بحيث تجعل الإنسان لا يضحى، لا يشعر بالحرارة، لا يشعر بالبرودة الزائدة، جو معتدل يعني مثالي. ثاني شيء، إن لك ألا تجوع فيها. ما معنى لا تجوع؟ الإنسان على الأرض يجب أن يجوع، لأن قوانين الأرض تحكم على كل الكائنات بالجوع، لأن الخلايا هذه خلايا الإنسان تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الكربوهيدرات والسكريات وكذا وكذا لتمارس عملها. لذلك لابد أن الجنة التي عاش فيها سيدنا آدم عليه السلام كانت بمواصفات بحيث أن هذه الخلايا لا تتطلب تغذية يعني يومية إلا مثلا بشكل متعة. يعني هم سيدنا آدم وزوجه حواء كان يتمتعان في الجنة، يأكلان ويشربان ولكن لا يجوعان، لا يشعر بالجوع، لا يشعر بالظمأ، لا يشعر بأي نوع من أنواع العري أو نوع من أنواع الحرارة أو البرودة أو غير ذلك. لذلك أيها الأحبة، هذه الآيات تجعلني أنا أعتقد أن هذه الجنة كانت بمواصفات أعلى بكثير من المواصفات الموجودة على الأرض، وهذا منطقي أن الله تبارك وتعالى يطرد منها المتكبرين. دعوني أتأمل معكم سورة الأعراف، حيث تفصل لنا هذه السورة بشكل علمي ومنطقي أن هذه الجنة لم تكن على الأرض. انظروا أيها الأحبة، الله تعالى يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. على الأرض أيها الأحبة، لو كان سيدنا آدم هناك معه بشر وأنه تطور من بشر آخر، هذا البشر الذي هو سيدنا آدم لابد أن له أب وأم وإخوة وقبيلة وأناس وكذا، وربما أولاد وزوجة. هؤلاء البشر لم تصلهم الدعوة إلى الله، لا يميزون بين الطهارة والنجاسة مثلا، لأن القرود لا تميز. وإذا تطور سيدنا آدم، طبعا استغفر الله من هذا الكلام، ولكن هذا ما يعتقده للأسف بعض المسلمين، أنه تطور من قرد أو مخلوق شبيه بالقرد. طيب، هذا التطور لابد أن يتم تدريجيا وليس فجأة. يعني كيف تطور الآلية؟ ما هي يعني كان له أب وأم ناموا
وحملوا بهذا الطفل، وخرج هذا الطفل بمواصفات مختلفة تماما عن القرود، يعني غير منطقي، حتى هذا الكلام غير علمي يعني. فسيدنا آدم لم يكن على الأرض أصلا، وسجود الملائكة لا يمكن أن يكون على الأرض أيها الأحبة، لأن الملائكة هم أطهار، لا يسجدون إلا لإنسان طاهر مطهر. فسيدنا آدم عندما خلقه الله كان طاهرا مطهرا قبل أن يخرج من الجنة، وكان إبليس موجود في الجنة، وكان يعني هذا الإبليس كان يعني مخلوق عادي طبيعي، ولكن بسبب هذا التكبر فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذن المرة الوحيدة في الكون في التاريخ التي يأمر الله فيها مخلوقا أن يسجد لمخلوق، انظروا أيها الأحبة، كانت هي سجود الملائكة لسيدنا آدم فقط، لا يوجد غيرها في القرآن، لا يوجد حدث يعني أنا أسميه حدث كوني أن يأمر الله مخلوق بالسجود لمخلوق. الملائكة مخلوقون وسيدنا آدم مخلوق. طيب، هذا المخلوق يجب أن يكون طاهر، وبالتالي يجب أن يكون خلق للتو، يعني لم يخطئ، ليس لديه أخطاء. من غير المعقول أن الله يأمر الملائكة الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن يأمرهم أن يسجدوا لمخلوق عاصي أو ذو خطيئة أو لا يميز طهارة من نجاسة مثلا. لابد أن يكون سيدنا آدم كان نقيا طاهرا، لم يخطئ ولم يرتكب أي خطأ. فأمر الله الملائكة أن يسجدوا له سجود تكريم وليس سجود عبادة. فإبليس استكبر، ماذا قال؟ قال له الله، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو قاس الأمور ونسي أن الملائكة خير من إبليس لأنها خلقت من نور. الملائكة كانت في مستوى أعلى من الجن، نسي ذلك ونسي، وهو رآهم يسجدون لآدم ولكن الكبر منعه من السجود. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فاهبط منها. فاهبط منها، كلمة اهبط أيها الأحبة فيها خروج مع إذلال. كلمة هكذا معناها، يعني عندما تقول لإنسان اهبط يعني الهبوط هذا فيه نوع من الذل، نوع من الإذلال، يعني تقزيم له، تصغير له. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هذا الكلام لا يمكن أن يحدث على الأرض، يعني يخرج من 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 بستان على الأرض إلى بستان آخر مثلا. طيب يخرج من الجنة أو بستان على الأرض إلى البحر مثلا؟ لا، لابد أنها كانت في السماء. يعني هذه الآيات كلها تدعم هذه الرؤية أيها الأحبة. قال له الله سبحانه وتعالى فاهبط منها، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. هنا إبليس أصبح شرسا أكثر، لم يكتفي بالتكبر، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، ذليلا، يعني لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هنا السؤال أيها الأحبة، لماذا يخضع رب العزة عز وجل سيدنا آدم لهذا الاختبار؟ هذا أول اختبار اختبر به
سيدنا آدم. طبعا قلنا إن سيدنا آدم لابد أن يصعد إلى السماء لأنه أول بشر ومكرم، ولابد أن عفوا هو خلق في السماء، خلق في الجنة، ولكن مادة خلقه كانت من الأرض. لماذا؟ لأنه أصلا سيكون خليفة الله على الأرض، سيكون خليفة أيضا لمن سبقه من الكائنات على الأرض، سيكون خليفة بمعنى أنه سيسيطر ويحكم الأرض. فآدم عليه السلام لابد أن يعيش في الجنة لفترة ويتم اختباره، ولكنه لم ينجح في هذا الاختبار وعصى آدم ربه فغوى، فنزل إلى الأرض، أهبط به إلى الأرض لتبدأ رحلة البشرية. ولكن هذه التجربة، هذا الابتلاء أو هذا الاختبار لابد من حدوثه، لأنك أنت عندما تريد أن تهيئ شخصا لمهمة عظيمة هي خلافة الأرض، حكم الأرض، لابد أن يمر بظروف واختبارات. فآدم عندما كان في الجنة وأمر الله الملائكة بالسجود له وأكرمه، ثم نسي، ثم أكل من الشجرة، ثم يعني وسوس له الشيطان كذا، كل هذه عبارة عن اختبارات لتهيئته ليعيش على الأرض وليست عبثا أيها الأحبة. قال له الله عز وجل: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. وهنا أيضا الآية تؤكد أن الجنة لم تكن على الأرض. لماذا؟ لأنك ما دمت على الأرض لابد أن يكون لديك لباس، وإلا لا يمكن أن تكون عاري ولا تنتبه، من غير المنطق أيها الأحبة، يعني سيدنا آدم أن يكون عاريا في الجنة ولا ينتبه. ولكن في الجنة التي هي بمواصفات أعلى بكثير من جنة الأرض، جنة في السماء، ربما على كوكب ما في هذا الكون، في هذه المجرات، كان هناك لباس خلق مع سيدنا آدم، يعني لباس سيدنا آدم كان جزءا من خلقه. ولكن هذه الشجرة التي أكل منها لها مفعول أنها تزيل هذا اللباس، تزيل أثر هذا اللباس، تماما مثل إنسان اليوم إذا تناول شيئا يعني تحدث تغيرات في جلده، تغيرات في لونه، في كذا يعني. ولكن هناك في الجنة قلنا القوانين مختلفة، قوانين فيزيائية مختلفة. وعندما أكل سيدنا آدم هذه الشجرة علم أن الشيطان خدعه، هذه أول خبرة أخذها سيدنا آدم، خبرة عملية. الشيء الثاني، علم أنه يجب ألا ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الشيء الثالث، أصبح حذرا من هذا العدو اللدود إبليس، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني ما خفي عليهما من سوآتهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهما. فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا. هنا تعلم سيدنا آدم التواضع وأدرك أنه ظلم نفسه، وتعلم الاستغفار: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن انظروا، تجربة سيدنا آدم في الجنة كانت مليئة بالأحداث، مليئة بالعبر، مليئة بالخبرات التي اكتسبها. لذلك عندما هبط إلى الأرض كان مهيئا للحياة ولخلافة هذه الأرض. قال: اهبطوا
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. طيب بالله عليكم، يعني إذا كانوا هم على الأرض أصلا، سؤال أنا سأختم لكي لا أطيل عليكم، إذا كانوا على الأرض لماذا يقول لهم فيها تحيون وفيها تموتون ومنها؟ ما هم على الأرض، لا داعي لأن يقول لهم فيها تحيون، ما هم أحياء على الأرض ويعلمون أنهم سيموتون على الأرض وسيخرجون، يعني ما الجديد في ذلك؟ لذلك هذه الآية أيضا تؤكد أن سيدنا آدم كان في جنة في السماء، طبعا ليست جنة الخلد ولكن جنة في كوكب ما، في له ظروف ما، له قوانين مثالية جدا. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.